لكم يا صحابي، النهارده هنعمل بطريق الشوكليت بالموز في مطبخ كيوت. المكونات هنستخدمها شوكليت، موز مقطع، شوكولاته ملونه. ناخد الموزه تمام، طلع ظهرها، نحط العينين، بعد كده نحط لها المناخير، والرجلين، هنقول لماما تحطها لنا في الفريزر لمدة 20 دقيقة ونرجع. ده شكله بعد ما ماما حطته لنا في الفريزر، ممكن نقدمه لأصحابنا وهما جايين لنا البيت. رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم. باي باي.